مشاهدينا، وللحديث عن وقف موسكو الإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وتداعيات المحتمل عليها والبدائل الأوروبية والأمريكية المتاحة، معنا من إسطنبول الباحث في مجال الطاقة السيد حسن شاغل. مرحبا بكم معنا. يا أهلا، حياكم الله. أهلا بك. شركة غاز بروم الروسية تعلن عن إخضاع خط الأنابيب نورد ستريم 1 الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، تقول أنه ربما لأعمال الصيانة. كيف سيؤثر هذا القرار على أوروبا؟ وهل تمتلك أوروبا أو الدول الأوروبية البدائل لتخزينه أو استيراده من دول أخرى ربما؟ بداية مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مساء الخير. السبب الرئيسي أولا هو في توقيف خط الغاز نورد ستريم هو القرار للدول السبع في تسعير النفط الروسي، فردت روسيا بتوقيف خط نورد ستريم. خط نورد ستريم هو خط مهم لتصدير أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا حصرا، وليس إلى كل دول الاتحاد الأوروبي. يعني في الوقت الحالي يوجد خطوط أخرى تصدر الغاز إلى أوروبا، وهي خطوط يامال التي تمر من أوكرانيا ما زالت تعمل، وأيضا خط ترك ستريم الذي يمر عبر البحر الأسود ومن اسطنبول منها إلى دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية. بمعنى أريد أن أوصل أن ما زالت التدفقات الغازية الروسية تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي. الغاز الذي توقف الآن هو فقط المصدر إلى ألمانيا عبر نورد ستريم واحد، لأن هناك خطين، خط واحد وخط الثاني. لكن ما هي التداعيات؟ التداعيات سوف تكون بشكل مباشر على دول الاتحاد، على ألمانيا في الوقت الحالي، لأن ألمانيا هي أكبر مستهلك للغاز في دول الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة أن ألمانيا لا تمتلك أي محطات تسييل للغاز على عكس الدول الأوروبية الأخرى مثل إسبانيا. إسبانيا تمتلك 6 محطات تسييل الغاز، بمعنى أنها تستطيع استيراد الغاز المسال من الأماكن التي ذكرت في تقريركم، إن كانت من قطر أو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ألمانيا ستكون المتضررة الأكبر من توقيف خط نورد ستريم. ما هي البدائل لألمانيا؟ البدائل قد تكون صعبة جدا في الوقت الحالي، من هذا الوقت إلى 3 سنوات، بسبب عدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب الغاز المسال في ألمانيا. طيب، هنا البعض يعتقد أن البدائل عبر النرويج ممكن أن تفي أو أن تسد محل الغاز الروسي، هل ممكن أن تسد النرويج محل الغاز الروسي باعتبارها أحد الأبواب لتوريد الغاز إلى أوروبا؟ في الوقت الحالي من الصعب على أي دولة في العالم أن تغطي أو أن تكون بدل روسيا كموردة لدول الاتحاد الأوروبي، لأن عملية الاستيراد يعني تتطلب عدة جهود لإكمال هذه العملية. على سبيل المثال الدولة المصدرة، على سبيل المثال النرويج، إذا كانت تريد أن تزيد من إنتاجها أو رفع إنتاجها من الغاز، لابد من تطوير البنية التحتية لآبار النفط أو عفوا لآبار الغاز حتى تستطيع أن تنتج كمية مرتفعة، وهذا وتطوير البنية التحتية تحتاج إلى وقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات. بالإضافة للدول المستقبلة لابد من إعادة بناء بنية تحتية تتلائم مع الاستيراد. على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي بغالبيتها تستورد عبر أنابيب، عبر خطوط أنابيب، الآن تطمح إلى الاستيراد عبر الغاز المسال. فهذا يعني يريد من الجميع أن يكون لديهم بنية تحتية على الوضع الراهن. وفي الوقت الحالي البنية التحتية تحتاج من 3 إلى 5 سنوات من الدول المستوردة والدول المصدرة. وبالتالي هذه المعركة في أوكرانيا إلى أي مدى كشفت الحاجة والضعف الأوروبي أمام روسيا على المدى البعيد؟ هل تعتقد أن أوروبا ستبقى أو تبقي نفسها رهنا لروسيا؟ ماذا إذا ما انتهت الحرب في أوكرانيا؟ ما هو مصير استيراد الغاز من روسيا؟ نعم، هذه نقطة الضعف التي تعتري الدول الاتحاد الأوروبي، أنها لم تبني بنية تحتية قادرة على استيراد الغاز المسال. هذه النقطة. النقطة الأخرى هي عدم وجود اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على سياسة طاقة موحدة.
من المعروف أن دول شرق أوروبا لها سياسة طاقة ودول غرب أوروبا لها سياسة طاقة مختلفة، فهذا ضعف يعتري دول الاتحاد الأوروبي. في المستقبل، ليس في المستقبل بل من الآن، بدأت على سبيل المثال ألمانيا والنمسا في بناء محطات لتسييد الغاز، وهي تطمح من هذا الوقت إلى وقت 2025 على أبعد تحديد، على ما أعتقد ستبني بنية تحتية تتلائم مع استيراد الغاز المسال. طيب يعني بالمقابل ماذا عن روسيا؟ هل تعتقد أن الأضرار التي ستلحق بها توازي حجم الضرر الذي تواجهه أوروبا؟ كيف ستتعامل روسيا لا سيما بعد العقوبات المفروضة عليها في جانب النفط؟ روسيا من قبل هذه العقوبات التي من الممكن أن تفرضها هذه الدول السبعة على قطاع النفط تسعى إلى خلق سوق دولية جديدة لتصدير النفط. على سبيل المثال أعطت كل من الصين والهند أسعار تفضيلية مخفضة عن السوق الدولية. على سبيل المثال عندما يباع برميل نفط في السوق الدولية ب $100، الهند والصين تشتريه من روسيا ب 70 أو حتى كمان $60. هذه الأسعار التفضيلية تشجع الدول على استيراد النفط الروسي، والصين والهند باستهلاكهم العالي والمرتفع بشكل متزايد يدفعهم إلى شراء كافة الإنتاج الروسي. على سبيل المثال الإنتاج الروسي يوميا يقدر ب 5 مليون برميل، على بالرغم من أن إنتاجها بيوصل أكثر من 10، لكن 5 أو 6 مليون يتم استهلاكها محليا، بمعنى أن الإنتاج الروسي اليومي 5 مليون من الممكن بشكل مريح أن يتم استهلاكه في السوق الهندية والصينية بسبب حاجاتهم المرتفعة. أيضا الصين تسعى إلى تخفيض الاعتماد على الفحم، تخفيض اعتماد الصين على الفحم سوف يدفعه إلى استهلاك أكبر للغاز والنفط الروسي. شكرا لك من إسطنبول الباحث في مجال الطاقة حسن الشاغل.